الكي كي كي او الكوكس الكوكلاكس كلان اسمهم. هؤلاء هم قبل هتلر وولادة هتلر كانوا يعادون اليهود ويعني يتهمون اليهود بأنهم هم أساس كل شر في الولايات المتحدة الأمريكية. وبحد الآن ما زال يعني العداء عداهم لليهود بهذه الطريقة، ولكن استطاع الصهاينة أن يستغلوا هؤلاء كذلك يعني للحصول على تنازلات للسكوت عنهم في الولايات المتحدة الأمريكية. بدأوا في أواخر القرن التاسع عشر، وكان كثير من السياسيين الأمريكيين في الماضي يعني علنيا أنهم من الكوكلاكس كلان أو الكي كي كي، وما زالوا قائمين. يعني شبه توقف عمل هذه المنظمة اليمينية المتطرفة المعادية كذلك كما يعني قلت اليهود ولكن وللإسلام، يعني شبه توقفوا عن العمل العلني، ولكن بعد عودة ترامب خرجوا يعني من تحت الأرض وعادوا إلى نفس السفالات، وآسف لهذا استعمال التعبير على محطتكم، ولكن يعني هذا ينطبق عليهم سفالات وقذارات. منظمة الكي كي كي وليس البي كي كي، يعني أيضا في منطقتنا هناك المنظمة الإرهابية البي كي كي. أنا والله يعني مرات كثيرة بس أشوف البي كي كي وأشوف يعني ما يقولونه، أظن أنهم سموا أنفسهم بي كي كي يعني تيمنا بالكي كي كي، وأنهم من العرق الآري أو العرق النظيف كما قال هتلر، يعني العرق الأبيض.